السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب وبنات الصف الأول الثانوي، وأهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. طب يا دكتور، احنا بنحل دلوقتي في الامتحان الخامس. لو أول مرة بقى تتابعنا فأنت فايتك كتير، اشترك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يلا نقول بسم الله. بسم الله وندخل في الموضوع على طول. أول سؤال بيقول لك إيه؟ All the following are the correct regarding the importance of the measurement. كل ده مهم بالنسبة للميجرمنت except ما عدا. طيب يلا نبص على الامبورتانس ونشوف الاكزامبل. مونيتورنج يعني ايه؟ مونيتورنج يعني مراقبه. هل من المراقبه ان انت تعمل ديترمينيشن؟ معنى ان انت بتراقب يعني انا بلاحظ حاجه، خلاص انا بلاحظ فقط وبسجل، تمام. هل معناها ان انت هتحدد الانسولين دوز لدايابيتيك بيشنت؟ يعني هل معنى المونيتورنج ان انت تحدد؟ لا طبعا. وهو بيقول لي ايه؟ كل ده مهم بالنسبه للميجرمنت اكسبت. لذلك هو ده الايه، هو ده مستر الاكسبشن، بس مش هنستعجل. هيلث كير يعني ايه؟ هيلث كير الرعايه الصحيه. هل ان انا اعمل مونيتورنج للجلوكوز ان البلاد اوف الدايبيتيك بيشنت؟ اه. معنى هيلث كير الرعايه الصحيه ان انا اعمل مونيتورنج، يعني مونيتورنج اللي هي الايه؟ مراقبه. طب هل من التستنج ان اللي هو ان احنا نشوف الكومبوزيشن اوف الفيرتلايزرز؟ اه عادي. يعني ايه؟ انا هعمل تيست، انا هختبر الكومبوزيشن، التكوين بتاع الفيرتلايزر، فهعمل تيست طبعا. فاهم حاجه؟ فدي مظبوطه. طب من المانجمنت، هل من المانجمنت من الاداره ان انا اضيف اسيدك سابستانس تو هايلي بيزك سويل؟ اه ممكن عادي جدا. ما هو هي اسيدك سابستانس، صح. لمين؟ لبيزك سويل. البيزك سويل ديت انا محتاج اخلي البي اتش بتاعتها مظبوطه نيوترال، فاضيف لها اسيدك عشان هي بيز، فهمت؟ فده مانجمنت. اذا كل ده مظبوط ما عدا دي، يبقى هي دي الاجابه الايه؟ المظبوطه. اللي بعده بيقول لك ايه يا دكتوره؟ بيقول لك وات از ذا نمبر اوف المولكيولز اوف الاكسجين ان قد كده ملي ليتر. حلو. يبقى هو عايز الايه يا مستر؟ عايز النمبر اوف المولكيولز بتوع الاكسجين، فقد ايه؟ في قد كده ملي. طيب صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا معلم، ده انهي سؤال يا مستر؟ بص يا باشا، هو بيقول لي انا عايز الايه؟ عايز النمبر اوف المولكيولز. حصل حصل. يبقى النمبر اوف المولكيولز وانا مديك فوليوم، يبقى الفوليوم هنخليه بالليتر الاول ونعمله ديفايدنج على 22، يبقى الفوليوم على 22، يبقى انا جبت النمبر اوف مول. اعمله تايمز افوجادرو، يبقى انا جبت له النمبر اوف مولكيولز. فهمت اللعبه؟ يلا نطبق. يلا يا مستر، بص يا باشا، عندك ايه؟ عندي فوليوم، هقوم جايب الفوليوم ده 466.6 اوفر كام؟ المفروض 22.4، بس خد بالك يا مستر، ايه ده؟ ملي اللي فوق وده ليتر، ينفع؟ لا. يبقى انا احول الملي لليتر، او من الملي عايز احوله لليتر. اعمل ايه؟ هتقول لي الصغير كبير، يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 3. يبقى الرقم ده تايمز 10 باور نيجاتيف 3 على 22.4، يبقى انا جبت النمبر اوف مول. الرقم اللي هيطلع على الكالكوليتر هقول تايمز اللي هيطلع بقى الاجابه بتاعت ده اللي هو النمبر اوف مول، اللي هو يعتبر الان. هنقول تايمز افوجادروز نمبر. بس كده يا معلم، فهمتني؟ يلا نحسب. يلا يا مستر، بعد ما تحسبها يا دكتور، النمبر اوف مول ضربناه في افوجادرو وطلع 1.25 تايمز 10 باور كام؟ 22. خلاص يبقى هي دي الاجابه المظبوطه. يلا اللي بعده. يلا يا مستر، بيقول لك ايه؟ 1 مول من الايثانول من ده از اوكسيدايزد باي البوتاسيوم برمنجانيت سوليوشن. طيب which is acidified مع السلفوريك اسيد. حلو جدا. forming كون ايثانويك اسيد. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا C2H6O حصل له اكسيديشن بالبوتاسيوم برمنجانيد اللي acidified بالسلفوريك اسيد، تمام. produced يا مستر ايه؟ C2H4O2. تمام. طبعا انت البوتاسيوم برمنجانيد والاسيدفايد بالسلفوريك اسيد الكلام ده براك، يعني خلاص يعني مش تبعك. فهو ادي C2H6 اوكسيدايزد بالبوتاسيوم برمنجانيت اللي هي KMnO4 اللي اسيدفايد بالسلفوريك اسيد، اتحول ل C2H4O2. طيب عايز البرسنتج بتاع الاكشوال ييلد. بيقول لي لو البرسنتج اوف الاكشوال ييلد از 60%، فين الاكشوال ييلد ده؟ اللي هو مين؟ اللي هو C2 اللي هو الايثانويك اسيد. خلاص هو مديني لده الاكشوال ييلد برسنتج معايا. وات از ذا ماس اوف الايثانويك اسيد؟ اللي هو مين؟ اللي هو ده برضو. يبقى هو عايز هنا الايه؟ هو عايز هنا الماس. which can be actually collected from الاكسديشن اوف قد كده. اه هو مش عايز اي ماس، لا ده عايز الاكشوال ماس. عايز الايه؟ الاكشوال ماس. طب انا عشان اجيب الاكشوال ماس مش لازم يكون معايا ثيوريتيكال؟ اه ومعايا الاكشوال ييلد برسنتج. مظبوط انا مش مظبوط؟ تقول لي مظبوط. بص بقى، احنا عارفين ان اي اكشوال ييلد برسنتج الاكشوال ييلد تايمز 100 اوفر ثيوريتيكال. حصل حصل.
طب انا المشكله فين؟ مفيش مشكله، هي الفكره كلها ان انا عايزك تحسب لي الماس بتاعت الايثانويك الاكشوال لو انا فعلتها مع 2.3 جرام من الايثانول من ده. يبقى اول حاجه نمسك الطرفين دول ونشتغل عليهم، نورمال اب نورمال، ادي هنا ماس ادي هنا ماس في النورمال. طب الاب نورمال ال 2.3 من الايثانول دول بقى اهو من الايثانول يطلعوا لي قد ايه؟ اللي هيطلع ده ثيوريتيكال ماس اللي انا هعوض بيها، يعني انا مش هعوض بال 2.3 جرام ديت في المساله، لا امال دي يا حبيبي بتاعت الايثانول، انا شغال على الاكشوال ييلد من الاكشوال الايثانويك اسيد، هو ده فهمتني؟ يبقى يلا بقى نحدد الطرفين ونشتغل. هنقوم عاملين كده بقى يا باشا، نقوم جايبين ال C2 H5O، يبقى احنا عندنا ال C2 H6 اسف H6O، هنشتغلها مع مين؟ مع C2 H4O2، يبقى C2 H4O2. يلا ماس هنا نورمال اب نورمال، الماس هنا في النورمال كام؟ 2 تايمز 12 بلس 6 بلس 16، دول كده ما بين تو براكت، يبقى 24 بلس 6 بلس 16 طلع ب 46، هنا 46 في النورمال بروديوس ده قد ايه في النورمال؟ هتقولي 2 تايمز 12 بلس 4 بلس 32 اللي هو 16 تايمز 2 طلع 16، كل 46 بيطلع 60، يبقى ال 2.3 من الايثانول اهو، ال 2.3 من الايثانول بروديوس ده قد ايه؟ يعني الاكس ايكوال 2.3 تايم 60 اوفر 46، خلاص يبقى 2.3 تايم 60 اوفر 46 طلع ب 3، يبقى ب 3، خلاص 3 ايه؟ 3 جرام، لان انا شغال ده ايه؟ ماس وشغال ده ايه؟ ماس برضه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب بعد كده هتعمل ايه؟ خلاص هنقوم عاملين كده بقى، مش احنا عندنا الاكشوال برسنتج ايكوال الاكشوال ييلد، ادي الاكشوال ييلد تايمز ال 100 اوفر ثيوريتيكال. ايه اللي حصل بقى؟ بص ده معانا ده بكام؟ قال لي 60% ايكوال ادي الاكشوال تايمز ال 100% اوفر ثيوريتيكال 3، فاهم؟ طب انا عايز الاكشوال بس، هتقول له يبقى الاكشوال ايكوال اهو 60% تايمز 3 اوفر ال 100% اللي هم كانوا جنب الاكشوال من هنا، البرسنتج نروح مع البرسنتج يبقى 60 تايمز 3 اوفر ال 100 طلعت 1.8. فين 1.8 يا مستر؟ بي 1.8 سي هنا، يبقى هي دي الرايت تشويس، خلاص يبقى دي الايه؟ يبقى دي الاجابه المظبوطه. وصلت؟ تمام زي الفل. يلا نشوف اللي بعده. يلا يا مستر، بيقول لك الاوبوزيت جرافيكال فيجر بيوضح الايفكت اوف التشينج ذا تمبريتشر اون ذا سوليوبيليتي. انا قلت لك سوليوبيليتي حاجتين، ماس سولفنت وايه تاني؟ ها وهتقول لي يا مستر ماس سوليوت. قد ايه سوليوت في 100 جرام من السولفنت اللي هو الميه؟ طيب هنا بيقول لك تشينجينج تمبريتشر على السوليوبيليتي اوف السوليوت اس، خلاص ان التو ديفرنت سولفنت اكس اند واي. اتس كلير فروم اتس فيجر ذات ان السوليوبيليتي اوف السوليوت اس مالها؟ تعال نبص على الاس. ها هو بيقول لك هنا سولفنت اكس هنا سولفنت واي، هنا السوليوبيليتي كانت اعلى شويه هنا اقل، يعني هنا بتزيد بتزيد هنا سلايتلي. فهو عايز ايه بقى؟ هل ان التو سولفنت اكس اند واي ات ذا سيم، هل السوليوبيليتي في الاثنين زي بعض؟ اكيد الاجابه ايه؟ اكيد الاجابه لا، مختلفين. طب هل السولفنت اكس اكس اللي هو اللي فوق از جنرالي هاير ذان اتس سولفنت واي؟ ما هو اعلى من الواي. بص هو اعلى من الواي في السوليوبيليتي، بص هنا ده السوليوبيليتي هنا، بص هنا ده مين اعلى؟ الاكس طبعا، يبقى هو هاير هاير فعلا. طب هل السولفنت واي هيكون هاير؟ لا الاكس اعلى. طب هل الاكس از نوت افكتد باي ريزنج التمبريتشر؟ بالعكس ده، بص لما بنزود التمبريتشر في الاكس ايه اللي حصل؟ بتزيد اهي، خلاص لذلك تبقى هي دي الاجابه الايه؟ المظبوطه، يبقى دي كمان مستبعده. يلا اللي بعده. اون ديزولفنج 7.1 جرام من ال Na2SO4 اتس مولر ماس قد كده ان الووتر 0.5 لتر اوف ايه؟ طيب واحده واحده، احنا هنديزولفنج يا دكتور قد كده ماس من ده، يبقى انا معايا ماس ومولر ماس، يبقى انا معايا النمبر اوف مول بتاع ده. حلو حلو، على 0.5 لتر ده فوليوم بتاع سوليوشن، ها هو عايز كونسنتريشن. بص الكونسنتريشن ايه يا معلم؟ هو بيغششك اهو مولر، هتقول لي خلاص المولاريتي ايكوال النمبر اوف مول اوف الايه؟ اوف السوليوت على الفوليوم اوف السوليوشن باللتر.
طيب يبقى نمبر اوف مول يا مستر هنجيبه ازاي؟ ماس على المولر ماس، يبقى 7.1 اوفر 142 ما بين تو براكت فوق، طب وتحت 0.5. خلصت، تقوم عامل لي كده تفتح براكت 7.1 خلاص ديفايد 142، يبقى ده الماس على المولر ماس اوفر الفوليوم، طلع 0.8 0.1. 0.1 ديت عباره عن 1 تايمز 10 نيجاتيف 1. فهمتني؟ اللي يعني اجابه اللي هي نمبر بي. يا مستر طب انا مش عارفها، تقوم عامل ايه؟ تشيل ال 0.1 دي خالص من على الاله وتنقل الاختيارات، تقول 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 1، تقوم دايس وتقوم دايس ايكوال كام، هيطلع لك الفاليو بتاعته، او اعمل شيفت اي ان جي، اعمل اي ان جي او شيفت اي ان جي، هتلاقي برده جاب لك الايه الفاليو بتاعتك. خلاص يلا اللي بعده. which of the following aqua solution of the non volatile substance x، يعني ماده غير متطايره، has the highest boiling point، a solution that contain، ها طيب a solution is contained، ماشي يبقى هو عايز ايه؟ انا عايز مين في دول non volatile has the highest boiling point، مين اعلى boiling point؟ حلو، اعلى boiling point اعلى number of moles من الايه؟ من الايونز. لذلك بص ده 1 مول من الاكس في 2 كيلو جرام من الووتر، يبقى هنا كل 1 موجود في 2 كيلو اهو، كل 1 مول في 2 كيلو جرام اهو 1 مول. طيب وهنا 2 مول من الاكس في 1 كيلو جرام، اه ده اعلى، ما كل 1 مول في 2 كيلو يبقى الكيلو جرام الواحد ال 1 كيلو في هاف، فهمت؟ هنا ال 1 كيلو في كام؟ في 2، يبقى ده اعلى كونسنتريشن. هنا ال 1.5 كيلو جرام في 1.5، يعني بص مش انت كل 1.5 ها كونتين قد ايه؟ 1.5، يبقى ال 1 ها في قد ايه؟ هتلاقيها برضو ايه موجود 1، يبقى هنا في 1 في هاف، 1 في 2، 1 في 1. طب هنا الهاف مول موجود في 1 كيلو جرام، وهنا نص برضو زي اللي فوق، يبقى مين اعلى حاجه؟ ها مين اعلى حاجه خالص؟ هتقول يا مستر ال 2 مول، يبقى هي دي الرايت تشويس. تمام. طب اللي بعده الاوبوزيت فيجر بيوضح الويبد كريم ان ويتش، ايه الويبد كريم ده؟ طبعا كولويدال سيستم، صح. طب ده عباره عن ايه يا مستر الويب دي كريم؟ ده عباره عن جاز ديسبيرسد ان ليكويد، يبقى جاز ديسبيرسد ان ليكويد، فين جاز ديسبيرسد ان ليكويد؟ بي، يبقى هي دي الرايت ايه؟ الرايت تشويس. خلاص؟ طيب يلا اللي بعده. ان ذا رياكشن ويتش از ريبريزنتد باي الفولوينج ايكويجن التو برونشتد لوري اسيدز ان البوث رياكشن ار ايه؟ يلا احنا نشتغل، ها نبص على الاثنين رياكتنت دول، بصينا مين في دول يا ترى ادى اتش ال الثاني؟ مين البروتون دونر؟ هتقول لي الووتر هي اللي دونيت، هي اللي اتبرعت، يبقى الووتر عباره عن ايه؟ اسيد، يبقى اللي جنبها ايه؟ بيز. طب الووتر خرجت فين؟ خرجت هنا، يبقى خرجت كونجوجيت، مش هي اسيد؟ اه خرجت كونجوجيت بيز. طب والبيز يخرج كونجوجيت اسيد، انت عايز ايه يا معلم؟ انا عايز الايه؟ برنيشن لوري اسيدز ان البوس، الاسيد ال H2O ومين تاني؟ وال H3PO4، يبقى الميه وال H3 اهو، الميه وال H3، الميه وال H3 بس، خلاص هم دول، يبقى سي هي الرايت تشويس. بيقول لك الامونيا ان H3 از ا ويك بيز، ايوه which ionized in water according to the equation ديت، ها what is the substance which exists in the aqueous solution of the ammonia، مين اللي موجود في الاكواس سوليوشن؟ يعني ايه اكواس سوليوشن يا مستر؟ خد بالك مش دي ويك بيز؟ اه معنى ويك بيز يعني ايه؟ هتقول لي يا مستر معناها بارشلي ايونايزد. ركز بقى الله يكرمك، طالما بارشلي ايونايزد يا معلم يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيكون عندي ده وده والامونيا الاتحاد الامونيا كله مع بعضه، فهمت حاجه؟ يعني ايه؟ يعني كلهم هيكونوا موجودين، يعني ده موجود وده موجود وده موجود، ممكن يبقى موجود كده او موجود كده ان اتش 4 او اتش، فاهم حاجه؟ يعني موجود كده ان اتش 4 او اتش، او موجود عادي امونيا مع ميه، لذلك كلهم. هل ده بس؟ لا ده بس لا. طب ال NH4 وال OH بس؟ برضو لا، كله موجود يا معلم، اي بارشلي ايونايزد يعني كلهم هيكونوا موجودين، خلاص كل حاجه هتبقى موجوده، يبقى دي هي الاجابه المظبوطه. اللي بعده بيقول لك تشوز تو انسرز 3 كومباوند A و B و C، هتختار لي اجابتين، ده الاولاني ده الثاني ده الثالث، عايز ايه؟ ذيس كومباوند ار سيميلر ان اول ذا فولوينج، بص كل ده اورجانيك اورجانيك اورجانيك، خلاص كلهم اورجانيك، هل كلهم زي بعض في الماس برسنتج وفي الكربون اند الهيدروجين ان ذيم؟ طبعا دي مساله طويله بس تعالى نظبطها. هنا هنعمل ايه؟ جمع لي كل الكربون، يبقى هنا سي 1 2 3 سي 3، طب كام اتش هي؟ 3 و2 و1 6، يبقى اتش 6. كام اكسجين؟ 2. اللي بعده ها كربون وكربون وكربون سي 3.
طب دول كام هيدروجين؟ ها تقول لي اتش 6. طب وده O2، حلو قوي. طب اللي بعده كربون و2 كربون يبقوا 3. طب وهنا كام؟ يبقى اتش 6. ها وبعد كده الاكسجين، ها هتقول لي O2. الله، كلهم نفس الايه، نفس المولكيولار فورمولا، يبقى كلهم نفس الماس برسنتج. ليه هو بيقول لي الماس برسنتج في الكربون اند الهيدروجين انزيم، يعني الماس برسنتج للكربون والهيدروجين. طب هو الهيدروجين هنا كام؟ هنا 6 وهنا 6 وهنا 6، دول 3 كربون وده 3 كربون وده 3 كربون. طيب يبقى دي لازم كلهم يبقوا زي بعض، بس هو بيقول لي ايه؟ كلهم سيميلر في كل دول ما عدا، يبقى انا هختار الاكسبشن دي نختارها؟ لا. طب اللي بعده المولر ماس، ما هم كلهم فعلا هيبقوا نفس المولر ماس، كلهم نفس المولر ماس، كلهم نفس كل حاجه بالظبط، فاهم؟ فبرضه تبقى مظبوطه، مش هختارها. طب هل النمبر وفي الاليمنت اتومز؟ ما هو 3 و6 و2 كام؟ ها هتقولي دول 9 11، وهنا 11 هنا 11 برضه زي بعض. انما هل كلهم زاد دي ار اول اورجانيك اورجانيك اسيدز؟ لا مش كلهم اورجانيك اسيدز. اشمعنى؟ انا قلت لك اورجانيك اسيد سي او او اتش، فاهم حاجه؟ فسي او او اتش يبقى ايه؟ يبقى ده الاسيد. انما ده حاجه هنعرفها بعد كده، كيتو، حاجه اسمها كيتونز، خلاص. طب وده استرز، خلاص كده. لذلك هل دول يا مستر يعتبروا كلهم اسيدز؟ لا، يبقى دول مش كلهم اسيدز، يبقى هي دي الاجابه الايه اللي نختارها الاولانيه. طب الثانيه ذات زي رياكت ويز ال ان اي 2 سي او 3 فورمينج بابلز؟ لا طبعا، يعني هو اصلا ده ايونيك ودول اورجانيك، والايونيك مش هيتفاعل مع الاورجانيك، خلاص. يبقى دي كمان ايه الاجابه الثانيه اللي هو عايزها. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده، يلا يا مستر. بيقول لك illustrate how to protect the iron from rusting by using nanotechnology. ها هنقول يا مستر by using thin film. لما نستخدم الايه؟ thin film of النانو، او النانو thin film، خلاص؟ يعني نستخدم الثين فيلم اللي هو من ال 1 dimensional nano substance. ال opposite graphical figure illustrates the percentage of electric conductivity of four different solutions have the same concentration. كلهم نفس ال concentration ودي ال electric conductivity which are in no particle order. عندي فركتوز، بوتاسيوم بروميد. فركتوز ده organic، بوتاسيوم بروميد، تمام، كي بي ار، فورميك اسيد اتش سي او او اتش، بوتاسيوم كربونيت كي 2 سي او 3، تمام. تشوز فروم ايتش سوليوشن ذا ليتر ويتش ريفير تو ات. خلاص عايزين ايه الليتر اللي هيريفير لكل واحده؟ يلا بينا. اولا مين الاورجانيك خالص اللي هو الفركتوز؟ اه ده هيكون معدوم خالص، الفركتوز ده اورجانيك، مفيش اي ايونز خالص، تمام. لذلك ده هيكون ايه؟ هيكون دي، خلاص كده. يبقى الفركتوز ده هيكون ايه؟ نمبر دي. يبقى نقول دي ده هيكون فركتوز. طب مين البارشلي؟ يعني مين اللي هيكون ويك؟ الفورميك اسيد. يبقى الفورميك اسيد نمبر ايه اللي بعده على طول؟ فين ايه؟ اهو، يبقى فورميك اسيد، فورميك اسيد. طب البي، ها فين البي يا مستر؟ اه بص بقى، مين في دول اكتر ايونز؟ بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف. هنا 1 1 2، هنا 2 1 3، ها فاهم؟ يبقى البي رقم 2 اللي هو البوتاسيوم بروميد، يبقى بوتاسيوم بروميد. طب السي اعلى حاجه خالص، يبقى بوتاسيوم كربونيت. حلو جدا، يلا اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك when a cube of sugar was added to an aqua solution with the same sugar. يبقى احنا ضفنا كيوب اوف شوجر لاكوا سوليوشن لنفس الشوجر. عندك اكوا سوليوشن يعني في شوجر، خلاص ده سوليوشن، شوجر سوليوشن، خلاص، وانت ضفت له كيوب كمان. It was observed that in it is precipitated. طالما اترسب يبقى اكيد ده saturated in the bottom of the container and didn't dissolve apparently. What is the scientific explanation of this? هنقول له كده ده هيدل على ايه بقى؟ ها هندل على ان used solution is saturated solution. يبقى السوليوشن المستخدم saturated. طب ده معناه ايه؟ ان هو لازم هيبريسيبيتيت،
خلاص، يبقى طبعا ساتيوريتد ايه؟ ساتيوريتد سوليوشن. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر، بيقول لك كالكوليت النمبر اوف المولز اوف الكلورايد ايونز. يبقى انا عايز عدد المولات للكلورايد ايونز، مالها بقى؟ ان انا اكوا سوليوشن ذات كونتين قد كده جرام من الايرن 3 كلورايد. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب يبقى اول حاجه نجيب الايرن 3 اوكسايد سولت، او ايرن اف اي بوزيتيف 3 لان هو ال 3، كلورايد سي ال نيجاتيف 1. هنا 3 هنا 1، هتعمل كروس ملتبلاي يطلع لك اف اي سي ال 3. حلو الكلام، حلو الكلام. هو عايز النمبر اوف مول اوف الكلورايد ايون. عينيا، يبقى امسك الاف اي سي ال 3 وافصله الايونز. افصل ايونز يا معلم اهو يا مستر، كاتاين انين عندي كام كاتاين؟ واحد بس، يبقى اف اي بوزيتيف 3 بلس كام سي ال؟ هتقول لي 3 سي ال نيجاتيف. فهمنا اللعبه، فهمنا اللعبه. ايه اللي هو عايزه؟ النمبر اوف مول بتاع الايونز اهو. هنا كل ايه؟ خد بالك بقى، ذات كونتين قد كده جرام من الايرن، يبقى ده مديني ليه ايه؟ مديني ليه ماس. طب وده عايز له نمبر اوف ايه؟ مولز او مولز. طب ليه يا مستر؟ ما هو طرفين يا باشا، مش حددنا طرفين؟ اه، يبقى نورمال اب نورمال. يلا الماس هنا بايه؟ هتقول لي الايرن الواحده ب 55.85 بلس 3 تايمز 35.5، جبنا هنا الماس بروديوس دي 3 مول، يبقى ال 811.75 بروديوس ده قد ايه؟ فهمتني؟ يلا نحسب بقى الماس اللي فوق دي، 55.85 بلس 3 تايمز 35.5 كام؟ طلعوا ب 162.35. يبقى الرقم هنا 1 عاملين كده 162.35. حلو، حلو. لو عاملين بقى 3 تايمز 811.75 اوفر 162.35 طلع كام يا باشا؟ طلع 15 مول يا مستر، ويبقى هي دي الاجابه المظبوطه. يلا اللي بعده. الاوبوزيت جراف بيريبريزنت الماسز اوف الايرن 3 اوكسايد. خلاص دي الماسز اوف الايرن 3 اوكسايد، يعني ايه ايرن 3 اوكسايد؟ اهو ايرن اف اي بوزيتيف 3 اوكسايد او نيجاتيف 2 طبعا. هنا 3 هنا 2، هتعمل كروس مالتي بلاي، يبقى اف اي 2 او 3 هو ده. طيب بروديوسد فروم الكومباينيشن اوف الايرن وذ الاكسجين جاز. يبقى انا كان عندي الاير فعلته مع الاكسجين جاز طلع لي الكلام ده. خلاص اندر سويتابل كونديشنز فور ذا رياكشن، اكتب البالانس سيمبوليك كيميكال ايكويشن ويتش ريبريزنت ذيس رياكشن. حاضر، يبقى جبنا الاير، ها هنفعله مع الاكسجين يدينا اف اي 2 او 3. حصل، قول لي حصل. الكلام على ايه؟ الكلام على بالانس. يلا الايرن طبعا سوليد والاكسجين جاز، والايرن اوكسايد ده ايه؟ هيكون سوليد. تمام. طب الكلام على بالانس، دول كام ايرن؟ 2، نحط هنا 2. عظيم عظيم. ها الكلام على ايه؟ الاكسجين هنا 2 وهنا 3، ينفع؟ لا نبدل، يبقى هنا 2 وهنا كام؟ وهنا 3. طب 2 تايمز 3 6، 2 تايمز 3 6، الايرن 2 تايمز 2 4، يبقى نعدل ال 2 دي ونخليها كام؟ ونخليها 4. خلصت كده، ظبطت زي الفل. تمام. يبقى دي اول حاجه عملناها وخدنا درجتها. What is the substance which remains after the end of this reaction? واكسبلين. يبقى هنا في limiting reactant. تمام؟ وعايز يعرف مين اللي هيتبقى. طب خد بالك ايه؟ ركز بقى معايا في الكيرف عشان هو ده اللي هيوضح. هنا الماس بتاعت الايرن، يبقى ده ماس الايرن. طب وهنا الماس اوف الايرن 3 اوكسايد. تمام. دي ماس الايرن ودي ماس الايرن 3 اوكسايد. بص بقى ماس الايرن عمال يحصل لها ايه؟ بص ماس الايرن بتزيد 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 مع الايرن 3 اوكسايد. بص لحد ما حصل ايه؟ الماس الايرن سبتت، فاهم؟ يعني ماس الايرن سبتت، خلاص سبتت عند كام؟ عند 40. مظبوط كده؟ هتقولي مظبوط. فمين بقى، مين اللي حصل له توتالي كونسيومد؟ مين اللي انت مش شايفه؟ بص انا عندي الايرن، عندي اكسجين، عندي ايرن 3 اوكسايد. الرينج ما الكيرف ما بين الماس بتاعت الايرن والماس اوف الايرن 3 اوكسايد. حصل. بص قعدت ايه؟ قعد بقى في برودكت لحد ما ماس الايرن اصبحت كام؟ هتقول لي اصبحت 25، والماس بتاعت البرودكت طلعت كام؟ 40 جرام. يبقى هنا كان 40 جرام خلاص، وهنا كام يا مستر؟ وهنا كان 25. طب بعد الكلام ده اللي حصل؟ ماس الايرن ثابته. يعني بص الايرن هنا ماله؟ الايرن شغال عادي، ده معناه ان في ماس للايرن. انما هل في اكسجين؟ مفيش اكسجين. هو عايز الايه؟ وات از ذا سبستانس ويتش ريمين. يبقى اللي هيرمين هيكون مين؟ هيكون الايرن. يبقى مين اللي هيرمين؟ الايرن. ليه؟ لان الاكسجين يا مستر حصل له ايه؟ حصل له توتالي كونسيومد، ما بقاش موجود خلاص. يبقى الايرن هو اللي هيرمين.
ليه؟ لو انا عندي اكسجين تاني، ما الايرن موجود اهو. بص الايرن 5 10 15 20 فاهم، مكمل معايا في الرسمه. البرودكت واقف لحد هنا وانتهى، مفيش ارقام تاني. فهمت؟ لذلك لو معايا اكسجين هيبقى في برودكت تاني بينتج. كل ما يبقى في اكسجين كل ما يبقى في برودكت تاني. تمام؟ يبقى انت هتقول لي كده ليه؟ ديو تو ان الايرن هو هي ريمينز، ديو تو ان الاو 2 هيكون توتالي كونسيومد. خلاص؟ يبقى هيحصل له يا مستر هيكون كده توتالي كونسيومد، استهلك تمام. خلاص؟ طيب وتكتب له طبعا الداتا والبيانات اللي ايه اللي على الارقام. اللي بعده كالكوليت النمبر اوف المولز اوف الاتومز اوف الاليمنت فاوند ان قد كده ملي لتر اوف الامونيا جاز. حلو، امونيا جاز يعني ان اتش 3. انت عايز ايه؟ انا عايز النمبر اوف مول بتاع مين؟ بتاع الاتومز. خلاص، اوف ايه؟ اوف الاليمنت اللي موجوده في قد كده. يبقى اول حاجه نمسك مين؟ ان اتش 3 ونحولها لايه؟ لاتومز. هي الامونيا دي مالها يا مستر؟ الامونيا ده جاز، مظبوط مظبوط. كل 1 مول منها في قد ايه اتومز؟ ها هتقولي في واحده وثلاثه اربعه، في اربعه اتومز. مظبوط مظبوط. طب انا الامونيا بقى هشتغلها نمبر اوف مول؟ لا، هشتغلها ايه؟ مش هو بيقول لي فاوند عندي كده بالامونيا؟ اه هشتغلها فوليوم. يبقى هنا هشتغل فوليوم، وهنا هشتغل نمبر اوف ايه؟ اوف مولز. ونشتغل نورمال اب نورمال. يلا شيل بقى الاربعه دي، احنا كده كده عرفنا ان هي فيها اربعه. ونسال نفسنا هو كل 22.4 لتر فيهم كم اتومز؟ هتقول لي 4 مولز من الاتومز. طب تقدر تقول لي ال 44.8 هيكون فيها قد ايه عدد؟ هم عاملين كروس مالتي بلاي. خلاص؟ هم عاملين ايه؟ عاملين كروس مالتي بلاي. هم عاملين ايه بقى؟ 4 تايمز 44.8 تمام؟ يبقى 44.8 تايمز 4 over 22.4 ب 8. طلعت 8 ايه يا مستر؟ 8 مولز. بس كده هو عايز النمبر اوف مول بتاع الاتومز، هو 8 مولز. انما لو قال لي هات لي افوجادروز نمبر او النمبر بتاع الاتومز ذات نفسها، يبقى هنضربها في افوجادرو. خلاص. يلا السؤال اللي بعده، اكتب لي البالانس سيمبوليك ايكويشن which represent الرياكشن اوف الاسيد مع البيس تو فورم كالسيوم ايون اند نيتريت ايون. عادي خالص، انا عندي الاسيد والبيز، البيز او اتش نيجاتيف والاسيد اتش بوزيتيف. اكيد الكالسيوم ده كان مع الاو اتش، يبقى انفعل الكالسيوم مع الاو اتش. هنا كام؟ 2 هنا 1، هتعمل كروس مالتي بلاي، يبقى سي اي او اتش باي 2 بلس. نفس الفكره هتفعل لي الاتش بوزيتيف مع الان او 3 نيجاتيف، هنا 1 هنا 1، يبقى اكيد ده ايه؟ نيتريك اسيد. يلا انت عارف يا دكتور ان اي بيز هنفعله مع اسيد هيطلع مين ومين؟ هتقول لي سولتوماي. حصل. يلا نطلع البرودكت بتاعتنا. نطلعها ازاي؟ نكتب اول حاجه الووتر H2O، وطالما خليت دي 2 يبقى تروح تعمل لي هنا ايه؟ دي 2 عشان البالانس. تمام تمام. طب بعد كده يا مستر خد بالك بقى، ده اسيد ده بيز، ادي الميه اه. طب الباقي هتقول لي كاتاين اناين، كاتاين اناين، يبقى الكالسيوم هيتحد مع النيتريت. تقوم جاي عامل كده سي اي بوزيتيف 2 مع الان او 3 نيجاتيف 1، هنا 2 هنا 1، هنعمل ايه؟ نعمل كروس مالتي بلاي. يبقى الكالسيوم موجود كم مرة؟ مرة. طب النيتريت كم مرة؟ مرتين، يبقى NO3 باي 2. خلاص؟ يبقى هي دي كده الكيميكال ايكويشن. نعمل ايه بقى؟ نعمل بالانس. يلا بقى نفضي الملعب كده عشان نعرف نعمل بالانس. ماشي، هنا CaOH باي 2 وهنا HNO3. طب يلا كالسيوم واحدة، كالسيوم واحدة. نيتريت كم واحدة؟ 2، خليناهم 2. 2 هيدروجين و2 هيدروجين 4، يبقى نحط هنا 2، 2 تايمز 2 4. هنا 2 اكسجين، 2 اكسجين، ظبطت زي الفل، وهو ده اللي هو عايزه. طبعا كل اللي في الرياكتنت انا قلت لك اي كيو، الميه ليكويد، وده هيكون ماله؟ اي كيو، لان اي حاجه فيها نيتريت اي كيو. وبكده نكون خلصنا يا دكتور الاكزام موديل الايه؟ الخامس. شكرا مشاهده، ربنا يوفقكم، السلام عليكم.